بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل محاضرة البرمجة الخطية. احنا وقفنا عند ازاي نحل مشكلة تعظيم الربح. النهاردة هناخد تمرين كمان. هو بيقول لي التمرين: اوجد النهاية العظمى للدالة التالية: تعظيم د س بتساوي 8 س زائد 6 ص تحت الشروط. في عندي متباينتين، المتباينة الأولى 4 س زائد 2 ص أقل من 60، 2 س زائد 4 ص أقل من أو تساوي 48، كما إن س وص أكبر من أو تساوي الصفر. هو بيقول لي حلها. طيب إزاي أحلها؟ بالرسم البياني. الأول لازم أحل المتباينات. المتباينة الأولى 4 س زائد 2 ص أقل من أو تساوي 60. س عبارة عن الرقم الثابت على معامل س، يعني 60 على 4 15، وص الرقم الثابت على معامل ص، يعني 60 على 2 يعني 30. يبقى قيمة س 15 وقيمة ص 30. يبقى تاني عشان أحل المتباينة بقسم الرقم الثابت على معامل س وأقسم الرقم الثابت على معامل ص، فطلع قيمة س وطلع قيمة ص. يبقى س الأولانية 15 وص 30. ننتقل للمتباينة التانية اللي هي 2 س زائد 4 ص أقل من أو تساوي 48. اللي عملته في المتباينة الأولى أعمله في المتباينة التانية. س عبارة عن الرقم الثابت على معامل س، يعني 48 على 2 فيها ال 24. ص الرقم الثابت على معامل ص، 48 على 4 يعني فيها ال 12. المتباينات يا إما المتباينة الأولى 15 و30 والمتباينة الثانية 24 وكام؟ و12. ده الشكل بتاعها. عشان نحدد منطقة الحلول، احنا قلنا منطقة الحلول في حالة التعظيم هي أقل منطقة يسار الرسم. هبدأ ابتداء من نقطة الايه؟ الأصل. نقطة الأصل ألف اهيت لغاية، وبعدها النقطة اللي بعدها على طول ب. عند ب هنتنقل شمال، هنتقل ايه؟ شمال عند دال، ثم هنتقل شمال على دال لواو. يبقى المنطقة ألف ب د واو، المنطقة اللي تحت المحصورة بين الرسم المتباينين. يبقى تاني المنطقة ألف ب د واو. خلاص. طيب نحدد المنطقة ألف ب د واو. هنحدد في كل منطقة قيمة س بكام وقيمة ص بكام، ونعوض بقيمة س وص في دالة الهدف. النقطة ألف نقطة الأصل، معناها مفيش إنتاج، مفيش أي حاجة. يبقى س بصفر، ص بصفر، ودي الأرباح طبعا بصفر. النقطة ب عند س لو لاحظنا هتبقى ب15، هي موجودة على محور س مش موجودة على محور ص. يبقى عند س ب15 وعند ص بصفر. يبقى د س 8 في 15 زائد 6 بصفر، يبقى أرباح 120 جنيه. النقطة د النقطة الثالثة عند س ب12 وعند ص ب6. عند س أعوض عن قيمة س ب12 في دالة الهدف، وأعوض عن قيمة ص ب6 في دالة الهدف. يبقى 8 في 12 زائد 6 في 6، 8 في 12 ب 96 زائد 36، يطلع الربح كله 132. النقطة واو ألاقيها عند س مفيش، لكن هي موجودة على محور ص بس. يبقى عند س بصفر وص ب15، يبقى أعوض عن النقطة ب 8 في 0 زائد 6 في 15، يطلع المجموع كله 90. عندي أربع نقط وكل نقطة ربحها. النقطة أ ربحها 0، النقطة ب ربحها 120، النقطة د ربحها 132، النقطة و ربحها 90. أنا بقول تعظيم، يبقى أختار اللي هتعظم لي الربح، اللي هي النقطة إيه؟ د اللي هي 132. يبقى النقطة د هي الاختيار الأمثل بتاعي. عندها هنتج 12 وحدة من س و6 وحدات من ص، والأرباح الإجمالية 132 وحدة. خلاص. نيجي الحالة التانية. يبقى احنا كده خلصنا حالة التعظيم، خدنا مثال في المحاضرة دي ومثال في المحاضرة اللي فاتت. طيب حالة التخفيض، يعني ايه حالة التخفيض؟ ان انا عايز اخفض التكاليف. اخفض التكاليف هي نفس الطريقة، احل المتباينات بنفس الطريقة: قيمة س معامل الرقم الثابت على معامل س، قيمة ص الرقم الثابت على معامل ص، وارسم. هي كل الخلاف بين حالة التعظيم وحالة التخفيض هي المنطقة اللي انا بحددها، منطقة الحلول. في حالة التعظيم منطقة الحلول اسفل منطقة يسار الرسم، اما في حالة التخفيض تبقى المنطقة العالية، المنطقة الايه؟ العالية يمين الرسم. وتعال بيقول لي تمرين تخفيض د س، يعني عايز يخفض الدالة. يبقى عايز يخفض ايه؟ 40 من س زائد 3 من ايه؟ من ص، تحت قيدين س
سين زائد صاد اكبر من او يساوي 25. خد بالك العلامه هنا اكبر، يبقى التخفيض للعلامه اكبر لكن التعظيم للعلامه ايه اقل. المتباينه الثانيه 5 سين زائد 3 صاد اكبر من 90، يبقى برضو العلامه اكبر، يبقى المتباينات هنا العلامه اكبر. يبقى خد بالك حاله التعظيم للعلامات اقل، حاله التخفيض للعلامات اكبر. حاله التعظيم المنطقه تحت وحاله التخفيض المنطقه ايه فوق، لان المنطقه تحت عشان العلامه اقل والمنطقه فوق عشان العلامه اكبر. تمام. المتباينه الاولى تعال نحلها، س زائد ص اكبر من او تساوي 25، معامل س بواحد ومعامل ص بواحد برضه، يبقى عشان اجيب قيمه س يبقى اقسم 25 على واحد تطلع 25، وعشان اجيب قيمه ص اقسم 25 على واحد تطلع 25. نيجي للثانيه، المتباينه الثانيه هي 5 س زائد 3 ص اكبر من، دي اكبر مش اصغر، اكبر من او تساوي 90، س بتساوي 90 على 5 يعني 18، وص بتساوي 90 على 3 يعني 30. يبقى المتباينه الاولى 25 25، المتباينه الثانيه 18 و30. نرسم المتباينه، ادي المتباينه الاولى ورسمت المتباينه الثانيه. عشان احدد منطقه الحلول، احنا قلنا منطقه الحلول هي المنطقه العاليه مش المنطقه اللي تحت. المنطقة اللي تحت في حالة التعظيم، لما المنطقة اللي فوق في حالة التخفيض. لو بصيت على الرسم احنا مظللين تلت منطقة من تلت نقاط، هي A B C. يبقى تاني احنا ظللنا منطقة من تلت ايه نقاط، A B C. يبقى ظللنا منطقة من كام نقطة، تلت نقاط، A B C. خلاص. طيب لازم لكل نقطة نجيب قيمتها عند س وص ونعوض في دالة الهدف زي ما نشوف. منطقة الحلول هي A B C، يبقى نعوض عن المنطقة الأولى A، هتلاقي هي موجودة على محور ص مش موجودة على محور س، يبقى عند س بصفر وعند ص بتلاتين، يبقى عوض 40 في صفر زائد 3 في 30 بتسعين. النقطة ب، لو النقطة ب رجعنا لها، النقطة ب دي متعلقة فوق، يبقى لازم أنزل عمود لس وعمود لص وأشوف هي وقعت فين عند س وقعت فين عند ص. وقعت عند س بسبعة وعند ص 17، يبقى 40 في 7 زائد 3 في 17 331. النقطة الثالثة سي هي موجودة على محور س عند 25 وموجودة عند محور ص بصفر، لو عوضنا هيبقى 40 في 25 زائد 3 في صفر ب 1000. يبقى عندي ثلاث نقاط، A بتديني تكلفة 90، و B بتديني تكلفة 331، و C بتديني تكلفة 1000. احنا بنقول المشكله مشكله ايه، مشكله تخفيض تكاليف، يبقى لازم اختار الايه النقطه اللي بتحقق لي اقل رقم، هي ايه ولا بي ولا سي؟ طبعا 90 ولا 331 ولا 1000؟ لا هنختار ال 90. ليه هنختار ال 90؟ لانها تحقق اقل تكلفه، لان الشرط بتاعي هو تخفيض التكاليف، يبقى اختار النقطه ايه اللي بتحقق اقل تكلفه وهي ال 90. عندها ما انتجش س وهنتج من ص كام؟ 30. ليه ما انتجش س؟ لان س تكلفته 40 وص تكلفته كام؟ 3. منطقيا يبقى النقطه ايه هي افضل نقطه لانها بتخفض التكاليف لادنى حد وهو كام؟ 90. يبقى القرار اختيار النقطه ايه التي تحقق اقل تكلفه وقدرها 90. س بتساوي 0، ص بتساوي 30، وكده انتهى درس الايه التخفيض. يبقى تاني مرجوعنا ان انا عندي درس اسمه تعظيم الارباح ودرس اسمه تخفيض التكلفة. التعظيم المنطقة أسفل وبختار القرار اللي بيحقق لي أكبر رقم، والتخفيض المنطقة اللي هي اللي فوق، والقرار اللي بختار الإيه التكلفة اللي بتديني أقل إيه رقم. يبقى دي مشكلة التعظيم ودي مشكلة الإيه التخفيض. شكرا، سلام عليكم.